أغرب الحقائق عن النشوة الجنسية. ضد النشوة الجنسية. دراسات علمية توضح أن الإنسان عندما يصل إلى نشوته الجنسية يصدر نفس الإشعارات الدماغية عندما يستنشق الهيروين، وهذا جعل العلماء يصنفوا الجنس من أكثر الأشياء إدمانا. إعادة التوجيه. كلنا نعلم أن النشوة الجنسية تحدث من الاتصالات الجنسية، ولكن الدراسات أوضحت أنه من الممكن أن تحدث بدونها. فمثلا المصابين بأمراض في العمود الفقري من الممكن وصولهم لنشوتهم الجنسية فقط بتدليك منطقة الألم في العمود الفقري، وبعض الناس يصلون إلى النشوة الجنسية من خلال تنظيف الأسنان ودلك الحواجب وأكثر. مسكن للآلام. إذا كنت تعاني من صداع شديد أو مزمن فمن الأفضل أن تمارس الجنس، وفي الحقيقة أن ممارسة الجنس تسكن الآلام لأكثر من 10 أمراض، وهذا بسبب الهرمون الذي يصدر بعد ممارسة الجنس والذي يدعى أوكسيتوسين. وقد شبه العلماء ممارسة الجنس بأنها تساوي جرعة صغيرة من مسكن الآلام مورفين. الوقاية من السرطان. أوضحت الدراسات أن الرجل الذي كان يمارس الجنس أكثر من 21 مرة في الشهر فإنه بإذن الله يقي من سرطان البروستاتا. وأيضا أجريت دراسة على أكثر من 1000 رجل، نصفهم كان يمارس الجنس بكثرة خلال 18 عام ولم يصب بأي أمراض، ونصفهم الآخر لم يكن يمارس الجنس بشكل مستمر وأصيب بعضهم بأنواع مختلفة من السرطان. الألم أم المتعة؟ دائما ما يصدر الإنسان تعابير الوجه المشابهة عندما يصل إلى ذروته الجنسية أو عندما يتألم، وهذا لأن الدماغ يصدر إشارة واحدة للوجه عند الألم أو عند المتعة. الدفع والشفط. دراسة أوضحت أن الأنثى عندما تكون في فترة الدورة الشهرية فإن مهبلها يدفع أي شيء يدخل إليه، ولكن عندما لا تكون في فترة الدورة الشهرية فإن مهبلها يقوم بشفط السوائل إلى داخله. قطعة من نفس القماش. قضيب الرجل وبظر المرأة هو من نفس المضغة التي كانت في مهبل الأم، وهذا يؤدي إلى نفس الشعور عند المرأة والرجل، وأيضا جميعها تحتوي على نفس كتلة الأعصاب في الدماغ إلى العمود الفقري. الذروة الجنسية من الحلمات. كلنا نعلم أن الرجل يحتوي على حلمات بدون فائدة، ولكن الدراسات أوضحت أن الرجل والمرأة قد يصلوا إلى ذروتهم الجنسية فقط من دلك حلماتهم، وهذا من أغرب الأشياء التي حيرت العلماء لمئات السنين. النشوة الجنسية عند الولادة. ليس من الغريب أن تسمع بامرأة وصلت إلى نشوتها الجنسية خلال الولادة الطبيعية، وهذا لأن الرضيع يخرج من فرج أمه بشكل احتكاكي، وأيضا هنالك بعض النساء يصلن إلى ذروتهن الجنسية أثناء التبول بعد حبسه لمدة طويلة. تزييف الشهوة الجنسية. حوالي 67% من النساء يزيفن شهوتهن الجنسية، وأيضا 28% من الرجال يفعل المثل، وهذا لأن أحدهما لا يريد أن يجرح مشاعر الآخر ويريدان أن يكملا حياتهما الزوجية بدون مشاكل ونزاعات. لا تنسى أن تشترك في القناة وتضغط على زر اللايك وتترك لنا انطباعك في التعليقات وتشاهد الفيديوهات السابقة.